هذا الكشك اللي تأجر منه هذه القوارب وغيرهم طبعا خلال فترة الخريف عشان ياخذ بك جولة بين هالشلالات. الآن وين الشلالات؟ أنا أمشي متخيلين بعد إعصار ماكونو في 2018، يعني حسب 2018 يعني يقول تقريبا من 6 سنوات، 6 سنوات ما جفن شلالات دربات تقريبا ولا يوم ولا يوم، خاصة هالمنطقة. الآن فاضي، ولا شوف ولا قطرة ماي، ولا قطرة ماي، متخيلين؟ اللهم لك الحمد، ولكن إن شاء الله ستعود هذه المياه خلال الأسابيع القادمة. يا الله، فيديو تاريخي. أنا في حياتي أكثر من 19 سنة أزور صلالة ما شفت هذا المنظر أبدا، ولا أتخيل في شخص كان يجي بس موسم الخريف ويشوف درباته بهالطريقة ناشفة. هذه الشلالات اللي هناك ما في، حفظ التاريخ. اليوم تاريخ 1/6/2024، دربات.